وينضم إلينا عبر سكايب من شيكاغو نادر الغول، الكاتب والباحث السياسي. سيد الغول، مرحبا بك. كيف يمكن البناء على هذه الهدنة التي تمت برعاية مصرية؟ كيف يتم البناء؟ والله صعب السؤال بصراحة عزيزي. يعني بداية أنا بدي أترحم على شهداء شعبنا الفلسطيني، والحمد لله على شعبنا، الحمد لله على سلامة شعبنا إجمالا. كيف يمكن أن تتطور الأمور؟ صعب بصراحة. الجهاد الإسلامي أعلنت أنه يعني بانتظار إطلاق سراح الشيخ بسام السعدي من الاعتقال، وهناك حديث عن إطلاق سراح أو أنه الأسير العبادي سوف يخرج من المستشفى إلى المنزل، وبالتالي سيد نادر يعني هذا هو هنا اسمح لي هنا، لماذا معظم الأسئلة صعبة دائما في الهدنات التي يتم التوصل إليها بين الفلسطينيين في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي؟ يعني بدي احاول اكون دبلوماسي شوي بس، ولكن يعني الواضح انه الموضوع يعني اذا بدنا نحسب عدد وتقدير وضحايا وعدد المنازل التي دمرت من اجل اطلاق سراح الشيخ السعدي، يعني هذا كمان اشكالي بالمحصله. اسرائيل هل نجحت في تحييد حركه الجهاد الاسلامي؟ يعني ايضا كان في قابل للنقاش، ولكن اسرائيل اكيد نجحت في تحييد حركه حماس. حركه حماس خلال يعني أكثر من 50 ساعة من العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة كانت يعني هي نوع صلة الوصل بمحاولة الوصول إلى هذه الهدنة وتهدئة الأجواء في قطاع غزة، وبالتالي الوصول إلى هذه الهدنة في قطاع غزة. يعني ضيفك اللي كان قبلي في الأستاذ سعيد عكاشة تحدث عن موضوع أنه العملية السياسية وخطابات حماس وإلى آخره. أفترض أنه هذا كمان في بوشكي، يعني في حديث مختلف، بمعنى أنه حماس أعلنت موافقتها على دولة فلسطينية حدود 67، وبالتالي هي توافقت مع المطالب الدولية وذهبت بهذا الاتجاه، وهناك يعني قبول حمساوي علني على الأقل، يعني بعيدا ماذا يدور في الغرف المطلقة، ولكن الموقف موقف حركة حماس هو موقف واضح بقبول دولة فلسطينية على حدود 67. الحركة الوحيدة التي ليس لديها موقف سياسي حول هذا الموضوع والتصر على مشروع المقاومة هي حركة الجهاد الإسلامي، بمعنى أنه فلسطين كاملة من البحر إلى النهر. طيب، ولكن اسمح لي هنا سيد الغول، ولكن ما المشكلة هنا في أن توافق حماس على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67؟ ما الذي تغير؟ لو تسلط لنا الضوء. هو لم يتغير شيء، يعني حماس في حركة براغماتية بالمحصلة، بعيدا عن موقف الشخصي من الموضوع أو يعني كيف ترى حركة حماس، ولكن هي حركة براغماتية تعي تماما أنه البقاء والتمسك بخطاب تحرير فلسطين كاملة بالمقاومة المسلحة من النهر إلى البحر مشروع يعني عليها الكثير من الإشكاليات في إطار تسويق الحركة في المنظومة الدولية والعربية والإقليمية، وبالتالي هم براغماتيين بهذا الاتجاه، يعلمون طيب تماما أنه وهل العالم يمكن يريد. سيد الغول أعتذر منك، ولكن هل يمكن إلقاء اللوم هنا على حماس على هذا الموقف؟ لا يعني بالمحصلة لا، احنا شعبنا الفلسطيني كله يعني حركة حماس، حركة فتح ومنظمة التحرير هي جزء من هذه المنظومة العالمية، وبالتالي يعني ترضخ للضغوطات سواء الإقليمية العربية العالمية إلى آخره، بمعنى أنه يعني حركة التحرر الوطني الفلسطيني بدأت بخطاب تحرير فلسطين كاملة، ومن ثم كان هناك الوصول إلى التسويات وحتى قبول يعني حتى المؤتمر حتى العام 74 عندما وافقوا على حل الدولتين، ومن ثم المؤتمر الوطني في جزء 28 والقبول بصيغة حل الدولتين والعملية السياسية السلمية والتي أنتجت من بعد ثم ذهبنا إلى أوسلو وإلى آخره من الأمور. وبالتالي لا، نحن يعني الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وبالتالي جميع الضغوطات العالمية والدولية والعربية تذهب باتجاه الفلسطينيين وليس باتجاه الجانب الإسرائيلي الذي يمارس عدوانه على شعبنا بشكل مستمر بحجة وبدون حجة، يعني كما حصل في الجولة الأخيرة.